بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشك والتهم، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، سيد العرب والعجم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. إذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة فضلا وليس أمرا، أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وشير ولايك وكومنت ليصلك كل فائدة مجربة. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل مراد. فإلى فائدة اليوم توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان فائدتنا النهاردة آية واحدة من القرآن تخلصك من السحر المأكول والمشروب بإذن الله الشافي. ده عنوان فائدتنا النهاردة إن شاء الله، بناء على طلبات متابعيني ومحبيني على القناة. فإن شاء الله النهاردة أنا لبيت طلبهم وبنزل لهم الفائدة العظيمة دي، بس عايزين نتبع الخطوات بدقة بدقة شديدة. أول حاجة إن شاء الله بإذن الله، رقم واحد، إخراج صدقة بنية الشفاء. الخطوة الثانية، صلاة ركعتين لله بنية الشفاء، مستعينين بالله وباسم عظيم من أسماء الله الحسنى وبآية كريمة، آية واحدة فقط كريمة من كتاب الله. الخطوة الثالثة، ركز في الحتة دي، نحضر 2 لتر ماء ونضع فيهم 7 ورقات سدر، وننفس عليهم أثناء القراءة. الخطوة الرابعة، الاستغفار بأي صيغة، الاستغفار بأي صيغة، كم مرة يا أبو محمد؟ 11 مرة، بأي صيغة. الخطوة الخامسة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، كم مرة يا أبو محمد؟ 7 مرات. ده كل ده احنا جبنا 2 لتر مية وحطينا 7 ورقات سدر وابتدينا نعمل الخطوات دي بعد إخراج الصدقة بنية الشفاء والصلاة ركعتين بنية الشفاء. الخطوة الخامسة، جه اسم العظيم، الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى، ذكر اسم الله الشافي بياء النداء،
يعني تقول يا شافي يا شافي بياء النداء. كم مرة يا أبو محمد؟ يبقى لازم نعرف شافي يعني شين ألف ف ي، صح كده؟ طيب الشين عدد 300 زائد الألف عدد واحد زائد الفاء الف عدد 80 زائد الي عدد 10، يعني كام؟ يعني 391 مرة. ارجع لجدول الأعداد الصغرى والمتوسطة والكبرى، الثلاث جداول مرفوعين في فيديوهات الشرطة على القناة. طيب الخطوة السادسة، جاء دور الآية الكريمة. الآية الكريمة فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إلى آخر الآية الكريمة اللي هي الآية رقم 81 سورة يونس. طيب ثم كم مرة يا أبو محمد الآية الكريمة ديت؟ هنذكرها كم مرة؟ هنذكرها 114 مرة. ركزوا في الأعداد ونفذوا بالحرف، لأن الحاجات دي المفروض كان شيخ معالج يعالج بيها، فأنا عارف اللي سامعني فيه له في العلم هتبقى سهلة معاه، أما اللي هو هيعملها لنفسه لازم يكون دقيق جدا جدا جدا. طيب ثم ذكر هذا الدعاء الكريم، يا شافي يا شافي يا شافي. معلش معذرة، أنا بسجل لكم الفيديو ده وأنا مريض، بس من كتر الإلحاح متابعيني ومحبيني فلازم ألبي طلبهم، عايزين الفايدة دي، فأنا بسجلها وأنا مريض عشان أوفي معكم. يا شافي، معلش سامحوني، يعني يا شافي يا رحيم أسألك بقدرتك التي لا تقهر وعلمك الذي لا يحيط به أحد أن تبطل السحر المأكول والمشروب عني وأن تشفيني من كل ما فيه ضرر على جسدي وروحي، اللهم اجعلني سليما معافى سليما معافى
من كل داء واجعل شفائي لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. دي فائدتنا النهارده، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، ثم باسم من أسماء العظيمة، هو اسم يا شافي، ثم بآية واحدة فقط من القرآن الكريم لعلاج السحر المأكول والمشروب. هنعمل ايه يا ابو محمد بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده، الاتنين لتر مية دول قسمهم على مدار سبعة ايام. الفايدة دي تعملها تنفذها بعد صلاة العشاء، في اي يوم. والاتنين لتر مية اللي عملنا عليهم الشغل ده كله والتلاوات دي كلها، قسمها على سبعة ايام، كل يوم تاخد جزء منها على الريق، وتغسل وجهك بكف ايدك كده، تغسل وشك ببعض الماء منها، كاس على الريق لمدة سبعة ايام متواصلة، ما تقطعش يوم، وتغسل وشك منها بقطرات كده، بقطرات من الماء دي تغسل وشك منها. فبإذن الله رب العالمين يكون علاج قاطع مخلص بإذن الله، وبفضل أسماء الله بأسماء الحسنى، وبفضل القرآن الكريم كلامه الكريم العظيم، هيكون علاج قاطع لعلاج السحر المأكول والمشروب بإذن الله الشافي المعافي. أيقن يقين الإجابة من الله، ولا تعمل بالتجريب، اعمل باليقين، أيقن الإجابة من الله، هتجاب لا محالة، لأنك استعنت بيه، هو وحده، مش هيتخلى عنك. في شك وريبة هجرب وهنشوف، انسى وما تعملش حاجة خالص. تاني اكرر، دايما بقول لتلامذتي وابنائي وبناتي، بحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. في حسن اعتقاد برب العباد هيحصل المراد، ما هو كل شيء باذن هو. انت بتعشر في وجه الله الكريم خير، وميقن بالاجابه منه، وثق فيه، وثقتك بالله بلا حدود، مش هيخيب ظنك، هو عند ظن عبده بيه. ظن بقى ما شئت، ظن خير هيجيب لك الخير، والشافي المعافي هو الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، مع فائدة جديدة مبررة. التواصل على الواتس فقط من 10 صباحا إلى 8 مساء يوميا ما عدا الجمعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.